صلاح عيد الشويك، بصحة اسمه صلاح عيد عبد الموجود مصطفى الشويك، عما أسند إليه ببدال اتهام ثانيا وسادسا. أحمد محمد الحسيني عبد الباقي، عما أسند إليه ببدال اتهام ثانيا وسادسا. خامسا، بمعاقبة الحد حازم محمد عبد الحكيم حامد، المتهم التاسع، حدث أكثر من 15 سنة، السجن لمدة 7 سنوات. سادسا، إيداع الحجر معاذ محمد عبد الحكيم حامد، المتهم الحادي عشر، والذي لم يجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. سابعا، بإلزام المحكوم عليه عدد طفلين التاسع والحادي عشر بالمصروفات الجنائية ومصادرة المربوطات. ثامنا، وضع المحكوم عليه عدد طفلين التاسع والحادي عشر تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها. تاسعا، إدراج المحكوم عليه عدد طفلين التاسع والحادي عشر على قائمة الإرهابيين. عاشرا، إلزام المحكوم عليهم عدد طفلين التاسع والحادي عشر بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل لمدة 5 سنوات. بند الحادي عشر، ببراءة كل من علي محمد أحمد البدري مما نسب إليه ببند الاتهام سابعا، محمود الصباحي محمود سليمان مما نسب إليه ببند الاتهام سابعا، أحمد حمدي عبد الحليم فهيم مما نسب إليه ببند الاتهام رابعا، عادل خلف عبد العال قلاب مما نسب إليه ببند الاتهام ثالثا وثامنا وتاسعا، إبراهيم عبيد الشويخ مما نسب إليه ببند الاتهام ثالثا وتاسعا، صلاح عيد الشويخ من مدار الاتهام ثالثا وتاسعا، صلاح عيد الشويخ مما نسب إليه ببدال الاتهام ثالثا ورابعا، أحمد محمد القصيني عبد الباقي مما نسب إليه ببدال الاتهام سابعا، معاذ محمد عبد الحكيم حامد مما نسب إليه ببدال الاتهام رابعا، السجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل من علي محمد أحمد البدري عما أسند إليه ببرود الاتهام ثانيا وخامسا وسادسا، محمود الصباحي محمود سليمان عما أسند إليه ببندين الاتهام ثانيا وسادسا، عادل خلف عبد العالم خلاب عما أسند إليه ببندين الاتهام ثانيا وسادسا، إبراهيم عبيد الشويق وصحة اسمه إبراهيم عبيد عبد الونيس محمد الشويق عما أسند إليه ببدال الاتهام ذات رحيل، ولتكن منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وبعد الاطلاع على المواد 304 308 313 384 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 1 و2 و3 و9 و10 و12 فقرة 1 و2 و13 فقرة 2 و29 فقرة 1 و30 و31 و37 فقرة 8 و39 و51 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل، والمواد 295 و101 بند 8 و107 و111 و122 و140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، والمواد 17 28 و30 و32 من قانون العقوبات. حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والعاشر وغيابيا للباقين هو بمعاقبة كل من ميسرة محمد عبد الحكيم ومحمد عبد الحكيم حامد للسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليه. ثانيا، بمعاقبة أحمد رمضان
الاحتجاج بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه. ثالثا، بمعاقبة أحمد حمدي عبد الحليم فريد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه لجنود الاتهام ثانيا وثالثا وسادسا. Thank you.